بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ أحسن الله إليك، روي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بالآية والآيتين، فهل هذا التسميع خاص بالإمام أم هو عام للإمام والمأموم، وما هي ضوابطه؟ في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من آية أحيانا، والذي يسمع هو الإمام أحيانا. وهذا التسميع إما ليعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ شيئا بعد الفاتحة، وإما لينبه الناس بعض الشيء، لأنه إذا جهر الإمام في صلاة السر انتبه الناس. أما المأموم فإنه لا يجهر بشيء، لا بالتسبيح ولا بالقراءة ولا بالتكبير، ولهذا يخطئ بعض الناس في صلاة الجنازة، خاصة إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة رفع أصواته الله أكبر، وبعضهم في تكبيرات صلاة العيد الزوائد، بعضهم إذا كبر الإمام الله أكبر الله أكبر رفع أصواته بالتكبير، أعني المأمومين، وهذا خطأ. المأموم يقرأ سرا ويكبر سرا ويسبح سرا ويدعو سرا. نعم.